تحية لك تارا. طلبة العراق يعلنون الإضراب والانضمام إلى الاحتجاجات الشعبية. هل يسرع من الاستجابة الحكومية لحقوق المواطنين؟ عشرون يوما مرت على الاحتجاجات الشعبية والعفوية في العراق، واللي تتسع أو اتساع رقعة الاحتجاجات في أغلب المحافظات العراقية المطالبة بالحقوق وبالتجديد على السلمية. واليوم بمشاركة القمصان البيضاء للاحتجاجات الشعبية في العراق لتزيدها زخما وفكرا، وأيضا للإسراع بالمطالبة بالحقوق المشروعة بحكم رئاسي وبإلغاء مجالس المحافظات ومجلس النواب وحقوق مسلوبة أو للبحث أو استرجاع الوطن. في حالات أيضا يعني اليوم بالطاقات الشبابية الموجودة وأيضا السلمية والحركات الشبابية اللي تدخل السلم وأيضا لمستقبل أفضل. اليوم الشارع العراقي والشعب العراقي الواقع الافتراضي للشعب بمطالبة بأفكار جديدة لدعم قضية الشباب، لدعم قضية المتظاهرين، على أمل بإيصال رسالة للحكومة، بإيصال رسالة للعالم بما يعيش يوم الشاب العراقي بعد مرور 20 يوم على التظاهرات في العراق بسلمية بأيضا شعبية ودعم كبير من قبل عدد من النقابات. هل يعطي أيضا اليوم بمشاركة الصداري البيضاء أو عفوا القمصان البيضاء في ساحات الاحتجاجات وأيضا الاعتصام زخما أكبر، وأيضا مشاركة فكرية للضغط على الحكومة باسترجاع الحقوق المسلوبة؟ فاصل من بعدها نقول. اهلا بكم متابعينا الكرام من جديد. انه بدايه الحلقه بامكانكم المشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليق على عنوان الحلقه المرفق في صفحه اغلبيه صامته، وايضا بامكانكم ارسال ارائكم ومقترحاتكم عبر الرسائل الخاصه بصفحه البرنامج، وايضا بامكانكم التعليق على عنوان الحلقه المرفق عبر تويتر. وللمشاركه والاتصال بالتواصل عبر او عفوا بالمشاركه والاتصال عبر الارقام الظاهره اسفل الشاشه، وايضا بإرسال آراءكم ومقترحاتكم وصور ومقاطع الفيديو وقصصكم ومشاكلكم وكل ما يتعلق برأي الشارع العراقي وقضايا الشارع العراقي من تظاهرات من أي قضية كانت، بالتواصل عبر التليجرام الرقم الظاهر أسفل الشاشة، ولمشاهدة البث المباشر بأيضا عبر صفحة أغلبية صامتة وصفحة تلفزيون الشرقية. بداية متابعينا الكرام، خلونا نتابع هذه اللقطات من عدد من المحافظات، من بغداد، من البصرة، وخصوصا بعد ما كان أو تم إغلاق عدد من دوائر التربية في عدد من المحافظات وأيضا الجامعات. ماكو دوام إذا أو عفوا ماكو وطن، ماكو دوام، ماكو وطن، ماكو دراسة، ماكو وطن، أيضا ماكو امتحان. وأيضا يعني اليوم رسالة الطلبة للدوائر للمديريات الحكومة مختلفة أيضا مغلقة باسم الشعب، وبالتالي يعني اليوم نشوف مشاركة واسعة من القمصان البيضاء من جامعات من مدارس في ساحات أو في ساحة التحرير والساحات الأخرى، دعما لقضية المتظاهرين، دعما لقضية المعتصمين، دعما لقضية الوطن. فلنتابع. Thank you.
أهلا بكم متابعينا الكرام من جديد. اليوم من خلال التغريدات وأيضا من خلال التعليقات على البث المباشر يقول لك يا وين هالمدارس؟ خلي العالم تطلع. إذا اليوم إذا كان أكو مدرسة وطن ماكو ومدرسة بلا رحلات ومدرسة بلا كادر تدريسي، فشنا بهذا المدارس؟ شنا بهذا التعليم؟ ننضم للتظاهرات وننضم للاحتجاجات في سبيل بأنه مستقبل تعليمي أفضل ومستقبل أفضل للطلاب. وإذا كانت أيضا الجامعات اليوم ما بين تجارة وما بين محاصصة وما بين أهلية وما بين حكومية، مش تعليم ما يراد. ألبس قميص الأبيض وانزل للشارع، أطالب بحقي، أطالب بحق هذا الوطن، أطالب أيضا أدعم التظاهرات الشعبية في العراق. وبالتالي أيضا اليوم رسالة للمتسلطين لمن يحاول اليوم أيضا بتشتيت هذه التظاهرة أو المتظاهرين أو المعتصمين أو الثورة العراقية اليوم اللي قاعد تزداد رقعتها يوم بعد آخر وتزداد زخم وأيضا كثافة في عموم المحافظات العراقية. عندنا اتصال. وليد من السماوة، مساء الخير. السلام عليكم أخوي العزيز. تحياتنا لك. طبعا صار لي أكثر من أسبوع أحاول أتصل عليكم ما جاء أحصلكم. نعم وليد، عندي فد بعض الملاحظات وأرجو أن تعطيني مجال أكون ممنون لك. تفضل. أني أحد رجال الانتفاضة الشعبانية بالواحد وتسعين. زين. من انتفاضنا بالواحد وتسعين يعني أهل السماوة وباقي المحافظات كلها طلعت. نعم. كلها طلعنا ضد نظام صدام حسين. هسه لو تلاحظ المتظاهرين يعني جماعتنا المتظاهرين الطالعين عدد قليل يعني نفوس العراق بال 35، ليش الشعب مو كله يطلع؟ يعني ليش هاي بس هاي المجموعه جاي تطلع من المتظاهرين؟ ليش مو كلها تشارك؟ على مود نقدر نسوي شيء. يعني ليش اكو ناس قاعده ببيوتها واكو ناس جاي تباوع واكو ناس جاي تنقتل بالشارع؟ صح يونا غلطان. زين يعني هسه من نشوف التلفزيون نشوف النساء ونشوف البنات ونشوف الطلاب ونشوف الناس قاعده تطلع واكو ملايين الناس قاعده ببيوتها بس تباوع بس تشوف. زين ليش هذا الشعب ما يشارك انتفاضه حقيقيه؟ زين. انتفاضه تحقق كل ما يريد الشعب العراقي. ليش هاي دم الشهداء جاي تروح؟ ليش هاي القتله جاي تروح واحنا جاي نباوع بس على التلفزيون؟ يعني مو حرام؟ زين حضرتك تحدثت ما بين انتفاضة شعبانية بالتسعينات وما بين انتفاضة اليوم، شنو اللي يختلف ما بين هذه الانتفاضتين ما بين التسعينات وما بين اليوم احنا ب 2019؟ بالواحد وتسعين من طلع الفرق بينها من طلعنا احنا بالواحد وتسعين ضد النظام صدام حسين وربعنا يعني كومات مقابر جماعية والسجون. انا واحد من الناس اللي احكي وياك 7 سنوات خلصت ابو غريب. زين. كنت بالمعسكر بالسعوديه من اجيت وراها طببوني 7 سنوات بابو غريب انحكمت وراه ما طلعت اجيت طبيت بسلك الشرطه وراها انفصلت من الشرطه قال لي عندك قي جنائي. طيب شوف انا أقصد الفرق ما بين بال 91 من طلعنا ما خفنا من شيء اسمه موت. ما خفنا من شيء اسمه موت. ردنا نحقق ردنا نسقط النظام وطلعنا وكافحنا وانكتلنا وانضربنا وطبت علينا القرارات والقصف واحنا نقاوم لاخر لحظات لحد ما بعد ما قدرنا انسحبنا طلعنا من المحافظات الجنوبيه. هسه المفروض الشعب كله يصير ايد واحده. المفروض الشعب لازم كله يتكاتف. كلمه الموت ما حد ياخذ ما حد يموت الا بيومه. ما حد يموت بينا، تموت بالبيت، تموت بسيارة، تموت بشارع، وين ما كان أنت تموت. فإذا الموت لا شيء. المهم أموت وأنا اسمي بطل، أموت وأنا عراقي، أموت وأنا رافع راية العراق، هاي أهم شيء. فأطلب من كل شعبنا، من كل إخواننا، من كل خواتنا، الكل يشارك، لا حد يسمع التلفزيون، لا حد يسمع أخبار. أنا نظري. نشكر متابعتك ومشاركتك ورسالتك ونعتذر عن قضية الوقت. مصطفى بغداد مساء عفوا مصطفى مساء الخير مصطفى. للأسف انقطع الاتصال مصطفى. من بغداد نتمنى بأن تعودين المشاركة مرة أخرى مشاهدينا الكرام أثناء الاتصال. نصلنا صوت التلفزيون نسمعنا عن طريق الهاتف حتى ينقطع الاتصال حتى ناخذه وسام مجال المتصلين الآخرين. اللي ما يقدر يحصلنا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أكو أكثر من وسيلة تواصل على الفيسبوك.
فيسبوك عبر تويتر وأيضا عبر التليجرام والبث المباشر. سلطة على البث المباشر نقاط حرة وأيضا استعمل عالم العراق وسوى ابناء المدارس هي أيضا في العراق. عجبكم الوضع بالمدارس الأهلية صارت ضعاف مضاعفة ومدارسكم يزرون نان متوسطة مدارسهم والله صفحة شكرا يحبون على المنهج أسوأ التدريس في محافظة النجف. فطلعوا وشاركوا بهذه التظاهرات بسلمية شعبيتها دمع الحقوق وأيضا على أن يكون مفضل لواقع التربوي التعليم في العراق على كافة الفوائد. يا هلا سلام مساء الخير نور بعد روح حياتنا يعني استاذ بالنسبه للمظاهرات نعم مظاهرات الشعب العراقي طلع يظهر حاليا ما يظهر يظهر ناس موجود ناس صادة ناس ما تخاف ناس يعني وايد هاي الحكومة ضمن اليوم مفروض من الزمن لكن تصل قبل ست سنوات قال أبونا أبونا عيوب الروح هاي نعم هذا رأي كل نحترم رأي المواطن لو جاب أنا الناس اللي قاعدة ما لها يعني الناس الطرق جدا مو هي بس المظاهرات بعدين الطرق كثيرة إن ما حد يقدر يظهر يعني مو كل الناس كل الناس تشترك مع عسكر شجاع المفروض تدخل الشارع يعني ما تقدر تشارك المظاهرات. نشكر مشاركتك و اتصالك ابو سجاد من بغداد. حياتنا ابو سجاد. نعزي الشعب العراقي والرحمه والغفران لشهدائنا في هذه الثوره المباركه والشفاء لجرحانا ان شاء الله والفرج للمختطفين والمعتقلين ان شاء الله من هذه الحكومه القمعيه التي باتت لا ترعوي لأي إنسانية ولأي حقوق لأي للإنسانية. نعم. يعني اليوم الشعب العراقي ننتفض لأجل هدف واحد لعله ما جايين يسمعونه هم. أول خطاب أنا يعني أوجهه للمرجعية إحنا جاي أن مطالبتنا زين. واضحة وصوت عالي اسقاط الحكومة مو اصلاحات زين هذا كنقطة أولى والبرلمان والحكومة تسمعونا زين احنا ما نريد اصلاحات من عندكم نريد رحيلكم افتهموها وعوها زين واما انتم تردون ارهاب الشعب العراقي لحمل السلاح وهذا ما يصير زين لا تتصور انه الشعب العراقي راح يحمل السلاح العراق اليوم ثورته سلميه ولا يمكن للشعب العراقي لان الشعب اليوم العراقي واعي نعم ويعني هم خلي يبوعون يشوفون انه اليوم الطلبه ويانا ليش طلعوا اليوم الطلبه؟ ليش المدارس طلعت؟ ليش الاكاديميين طلعوا؟ لان تعليم ماكو نسبه طيب. الرسوب 60% يقول لك انا ليش باقي قاعد؟ 60% رسوب ليش انا باقي قاعد؟ يعني اطلع اصحح موقفي طيب هي مو بس بترسوبهم اليوم مستقبل مجهول يعني شفنا الأشهر الماضية ثورة الخوذ البيضاء والصدارة البيضاء ومسميات هواية أيضا يعني لمهندسين ولأيضا جميع الاختصاصات بأن يطالبون بمستقبل يطالبون بتعيين برأيك اليوم يعني أنتوا رافضين رفض تام لهذه الحكومة بالتالي أي إجراء من هذه الحكومة أنتوا تشوفوه مرفوض وماكو ثقة وماكو مصداقية ببيانات وقرارات الحكومية زين يعني اليوم التواجد الطلابي تواجد القمصان البيض بهذه الاحتجاجات الشعبية أو الثورة شنو اللي يضيف لها؟ تسمعني؟ أسمعك أسمعك يا أخ عمر يعني احنا الطلاب اليوم والمهندسين والمحامين وكل الطبقات المجتمعيه نعم وصلت الى مرحله انه العراق ذاهب المجهود بهذه الحكومه
الحكومة تريد تسمع. 16 سنة احنا نطالب باصلاحات. نعم 16 سنة احنا نطالب باصلاحات، لا يسمعونا ولا يكفتون عين ولا يشوفونا. اليوم الشعب العراقي ما يسمع من عندهم ولا يريد يسمع من عندهم ولا يريد يشوفهم، لان ماكو مصداقية ولا اكو نسبة 1% ثقة ما بيننا وما بين هاي الطبقة، لان هاي الطبقة ما عندها رأي إلها تابع او منابع من ضمير عراقي. هاي الطبقة تعمل لأجندات خارجية، فما ممكن احنا وصلنا لمرحلة كشعب عراقي اليوم نقعد بمجالسنا الاجتماعية بأفراحنا بمناسباتنا، ما ممكن انه اليوم يصير توافق ما بيننا وما بين هاي الحكومة. وممثلة الأمم المتحدة يعني احنا نرفض اللي طرح اللي تجين به. اليوم هي موجودة داخل قبة البرلمان، لها حضور. يعني اليوم هي راحت لقبة البرلمان، احنا ايش راح تقدم؟ اذا هي فعلا هم الامم المتحده ومتدخلهم لاجل انقاذ الشعب العراقي، فالشعب العراقي مطلب اقاله هاي الحكومه وانتخابات مبكره وتغيير مفوضيه الانتخابات، تغيير قانون الانتخابات. اذا هاي المطالب فاحنا ما عندنا مشكله. نعم نخول الامم المتحده. نعم. غير هذا ما نقدر نخول. يعني افهم من كلامك يعني محور حلقتنا يوم امس بانه هل سنشهد تدخل اممي وهل يرضي الشارع العراقي بانه التدخل مرفوض ايضا؟ اذا كان مفاوضه مرفوض. نعم. واذا كان لا والله فرض انه الحكومه هاي تغيير جذري وتغيير القواعد اللي انبنت عليها المؤسسه النظام الحكومي، ما عندنا اشكال، الشعب راح يفوض الامم المتحده، لان احنا مطلبنا تدخل اممي. نعم. ولكن تدخل اممي لصالح الشعب مو للتفاوض. نعم. مو لاجل انه شنو تقديم اصلاحات، لا. نعم. اصلاحات احنا ما بين قوسين الاصلاحات مرفوضه جمله وتفصيلا. نعم. تحياتنا لك ونشكر مشاركتك واتصالك. احنا ارحل يا فاضل. نعم. وضحت الصوره، تحياتنا لك. حتى نعطي مجال للمتصل احمد من بغداد. مساء الخير. مساء الخير استاذ العزيز. تحياتنا لك احمد. هنيك برنامج الرائع وقادة الشرقية. نعم. اللي هم يتعبون بهاي الاخبار الصراحة. نعم احمد. بس حاب انوه على شيء استاذ العزيز. نعم. انه سجى الاحظ اغلب القنوات للعلم انا مني مسبوع شيء من المظاهرات. حاليا راجع البيت وهم راجع على ساحة التحرير للعلم. نعم. الله يخليك يا طيب. اغلب القنوات اللي جاي يذيع الاخبار ما يقولون اسقاط للطبقه السياسيه. زين. فقط اسقاط حكومه عادل عبد المهدي. سيدي عادل عبد المهدي موظف حاله حال الباقيين، احنا نريد اسقاط الطبقه السياسيه. عادل عبد المهدي من اللي جابه؟ سر الطبقه الحاكمه من 2003 لحد 2019. نعم. باسمائهم كل حذافيرهم. هاي وحده. وبخصوص التدخل الاممي وبعض الابواق بدون ذكر اسماء مدير القناه. اللي يقول مال تدخل أمم مال تدخل الولايات المتحدة، لما القاسم سليماني يجي يجتمع بالخضراء هذا مو تدخل. الخامنئي لما يقول والله قام أعمال الشغب بالعراق ولبنان هذا مو تدخل، ما حد يصرع عليه. وبعض الأبواق هسه فكت حلقها. نعم. أخي هاي سوى ثورة الشعب، ثورة العراق، خلصنا من الطائفية. زي. خلصنا من كلمة سنة أو شيعة. أريد نتقدم أخي، تعبنا، هذا البلد لازم يعيش. احنا شباب ما شفنا شيء من الحياه. انا هسه حياه عمري 35 سنه، يعني انا قبل اسبوع من جرحت مره، يعني على شنو احنا ليش طالعين؟ يعني ما كفاية عادل عبد المهدي يجينا واحد لاخ ما سوينا شيء. يعني هسه حاليا اذا تلاحظ اغلب الكتل السياسيه جاي يتنازعون، والله غيرنا الدستور وغيرنا اعداد مجلس النواب من 320 330 الى 313. ما سوينا شيء حبيبي، احنا مو هذا مبتغانا ولا مبتغانا عادل. طيب. عبد المهدي. بس الشارع ده يقول بانه اليوم اذا كانت التدخل الاممي يصب لي مصلحه القرارات الحكوميه ويهمل مطالب المتظاهرين فاني ما اريد تدخل. ولكن إذا يعني اليوم أغلب التعليقات يقول لك بأنه اليوم القرارات عن الممثلة الأممية في العراق هي منحازة، وأيضا يعني سوف نقوم بالمتظاهرين على الفضيحة اللي. نعم. طلعت ممثلة الأمم المتحدة بلا خاص ما أعرف الله شنو اسمها. نعم. أنه حد ما سلمى رشاوى من مكتب الحلبوسي، هذا واقع حال، ليش واحد يكذب؟ هذا واقع حال.
يعني واحد ما يقدر يظل يضحك على نفسه. حتى لما نشرت التقرير مالته انا قرات التقرير باكمله. يعني تقرير يعني حشو يقولوا بوجهه يعني، ولكن ايش صار شيء بالعراق ولا ما اكو شهداء. احمد ما من الممكن اليوم بانه انا اجي اقول على احمد مرتشي، احمد مندس، احمد يحلف التظاهرات وانا ما عندي دليل ولو ب استاذ العزيز. احنا يعني لما نشوف هسه احنا باي دوله، ولو عذرا هذه المقاطعه كلامك، اي دوله من الدول لما يصير بها شيء تقوم قائمه ولا تقعد؟ احنا اخي جاي ننزل دم من يوم واحد بالشهر. والعراق جاي ننزل دم من 2003. طيب جاي تفرج علينا يعني الامم المتحده كلها ساكته على شنو ساكته؟ هذا الشعب كلها متامره عليه، كل دول دائره تسني او شيعي. تروح طيب لاي مكان انت كردي او عربي. لا بسبب المحاصصه وتوزيع التوزيع حتى اليوم رئيس حب الاقليم كردستان للعراق وقام الكرديه تصر انه انت الدستور. ليش؟ لانه مستفادين حصص. طيب احمد شلون تشوف اليوم المشاركه القمصان البيضاء باعتصام الله يعني حراس جدا قوي. نعم وما قصروا، وان شاء الله الثوره من يعني من جديد الى اجود ان شاء الله، وان شاء الله خير العراق. نعم. يعني هاي الثوره غير هو شغلات، وان شاء الله ما نرجع. ليش الصراحه احنا ميتين ميتين يا استاذ العزيز. نتمنى لكم السلامه ايضا، ربي يحفظ الجميع ان شاء الله. تحياتنا ونشكر متابعتك واتصالك. احمد من بغداد مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تحية إنقاذ الشرقية وهذا المنبر الحر. نعم. اللي مو غريبة على قناة الشرقية، في حين أغلب القنوات العراقية اللي هي قاعدة تولي مسلسلات وتولي وسط منطقة. طيب خلينا خوفنا من القنوات العراقية. خلينا نجبر بأنه تعال طالعونا، ما نقدر نمنع عليهم، أو نجبر بعض بأنه يا تعال انقل الشرع او اتعامل بوطنيه مع الحدث. المهم انا احيي اي المستوى والقمصان والتفحيل هاي القوات الاحتجاجيه اللي هي مصدر فخر، مصدر فخر للعراقيين ومصدر فخر للبلد. وبالمناسبه اريد اقول لك على شيء واحد. نعم. الموظفين في دوائر الدولة ممنوع وعليهم عيون بأن يطلعون هاي وقفات احتجاجية أو يروحون لساحات التحرير. نعم. ممنوع ممنوع، أكو توجه سياسي جايهم ومراقبين، أكو عقوبات للثلاث أيام فصل اللي شارك بالتظاهرات ونقل المحافظات وعقوبات وعقوبات طبعا، ويجون يجون اللي يشوفونه يطلع أو كذا أو ينشر على صفحته الشخصية أو يدزون عليه ويسائل مساءلة قانونية. بعد وين الحرية اللي نادوا بها من الجوي؟ وين الديمقراطية؟ أنا اليوم طالع على وقفة احتجاجية، أنا أريد أدي مطالب، عندي الوطن، وطن يعني هذا يعني هذا حقي، هذا كفيل الدستور، كفيل الدستور. يعني أنا شنو 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 أنت تمنعني من ممارسة حقي؟ يعني حتى الحقوق الشرعية اللي كافلها الدستور. نعم. لأن أنت ما تقبل أنا يعني أسويها. الشيء يعني الشيء الآخر بالنسبة لممثلة الأمم المتحدة اليوم بالبرلمان، يعني هي أثبتت للجميع بأن هي انحيازها للحكومة العراقية الحالية. نعم. يعني أثبتت بهواي مواقف وإجت وزارة التحرير وزارت وشافت القنابل المسيلة للدموع وشافت الرصاص الحي، وهسه هو القاصر والدالة يشوف، يعني العالم كله يشوف، يشوف هاي الفيديوهات، يشوف على مواقع التواصل الاجتماعي، يشوف الابرياء شلون تسقط بالطلقات بالرصاص الحي، يشوف القنابل المسيلة. المفروض يعني عندنا موقف حازم، عندنا تنادي لي بين بين يجب على الحكومه العراقيه بان تقوم بالسلميه وكانما هي سياسيه عراقيه. نعم. يعني ما اعرف شنو الموقف هذا المفروض. تحياتنا لك اخ احمد. وما يخص السلميه، يعني اليوم المتظاهرين يشددون على السلميه، وايضا القيادات الامنيه تشدد على السلميه. ولو نتابع ايضا يعني هذا المقطع الفيديو من محافظه كربلاء، هناك يعني اليوم بعض الجرحى وكم متظاهرين دا يروحون لمنطقه معينه، وبعض الاشخاص دا ينادون بانه رجعوا
ابقوا متواصلين في الساحة المخصصة للاعتصام، نشدد على السلمية، واحنا ايضا من هذا المنبر نشدد على سلمية التظاهر، واي جهة اي من يحاول ايذاء هذه التظاهرات او ايذاء المواطنين السلميين او حرف التظاهرة عن مسارها او الثورة عن مسارها او من يحاول ايذاء القوات الامنية اليوم اللي موجودة اذا كانت تحمي منطقة معينة واذا كانت تحمي المتظاهرين، نتمنى من قوات حفظ القانون الموجودين أيضا المعنيين بحماية والحفاظ على أرواح المتظاهرين بأن يكون لها دور فاعل أكبر، أيضا المتظاهرين يكون لهم دور بتسليم اللي يحاولون اليوم بإيذاء المتظاهرين وإيذاء القوات الأمنية مثل ما صار بالأسبوع الماضي 4 حالات في ساحة التحرير، طعن بالسكين من الخلف في مصلحة منه بإيذاء المتظاهرين وإيذاء القوات الأمنية. وبالتالي اليوم المواطن العراقي مو جاهل أو هو يعني ما عنده رؤية عن اللي من يحاول أو اللي يريد اليوم بأنه يزحزح أو يحرف التظاهرة عن مسارها. المواطن العراقي اليوم ده يتعامل بعقل بفكر بسلمية مع كل مشكلة. خلينا نتابع هذا المقطع الفيديو من محافظة كربلاء، من بعدها نقول. أهلا بكم متابعينا الكرام من جديد. حيدر من سليمانية، مساء الخير حيدر. حيدر مساء النور على كل العراقيين الأبطال اللي واقفين ساحة التحرير. تحياتنا لك. مساء الأنوار على كل عراقي شهم وأبو غيرة واقف بالساحة، وإحنا وياهم والله ودنا نروح وياهم، نوقف وياهم وقفة مشرفة، لأن هاي الدنيا كلها مواقف والعراقيين أهل وقفة، وإن شاء الله ربي يجيب لهم حكومة صالحة إن شاء الله. زين حيدر، شنو اللي يمنعك من المشاركة؟ والله لقمة العيش، ما عدنا شيء نخليه لأهلنا. أنا أشتغل هنا عمالة بسليمانية، والله ودي وأهلي هنا ما أقدر أمشي، وهنا ما تتحرك أنت بالعراق، ما تتحرك يعني إلا إذا تأخذ موافقة يلا تطلع من المحافظات الشمالية الحكومات كلها، وخوش حكومات بلدنا هذا. نعم والله يعني كلها فاسدة، كلها ما أعرف شلون يعني، الله إن شاء الله يستبدلهم بأحسن منهم إن شاء الله. نعم تحياتنا. إن حكومة ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي هذا الشعب الصامد المجاهد البطل، وألف تحية لإخواننا اللي بساحة التحرير. نعم. احنا وياهم يعني قلبا وقالبا. نعم تحياتنا لك حيدر من سليمانية، نشكر متابعتك واتصالك. من واسط أبو حبيب، مساء الخير أبو حبيب، نصلنا صوت التلفزيون انت على الهواء مباشرة. يلا نعم. نعم أبو حبيب مساء النور، السلام عليكم. عليكم السلام حبيب. السلام عليكم. عليكم السلام أبو حبيب. أخي العزيز، إحنا من 2003 ولحد الآن تعاقبت علينا الحكومة. نعم. في كل مكان ما أنطت للشعب كل شيء أنطته، ما الأحزاب متقاسمة الكعكة بيناته، والشعب باقي يحمس وباقي كل شيء ماكو. لجأت للفطر. نعم. أخوي العزيز وزادنا العزيز يصار صوتنا إلى كل من هو شريف. من 2003 صادر عدة جمارك حلو عندنا، ملاحة جو عندنا، مرارات عندنا، فوسفات عندنا، حيوانية عندنا، ثروة زراعية عندنا، ثروة نفطية، والشعب كل شيء ما مستفاد من عندها الله شاهد ورسوله، مثل قاسمين الكعكة بيناتهم وخلص. نعم تحياتنا لك ونشكر متابعتك واتصالك. ناخذ اتصال اخر. ابو فاطمه من الديالة، مساء الخير ابو فاطمه. مساء الخير. انا اول شيء اقول الرحمه والغفران شهدائنا. نعم.
يعني من خلينا نقول من الشمال الجنوب. نعم. واحنا ما هاي الظروف الصعبة بديالة اتمنى اهل ديالة وبغداد والمحافظات كلها تطلع. زين. وانا ادعو شعب العراقي اقول طلع كل واحد يطلع اعتبر جهاد على هذه الدولة. زين. وظلمة العراقيين من 2000 لهذا اليوم. ليش ما تطلعون في محافظة ديالة؟ شنو سبب؟ والله الوضع امني ومتشدد ويعني واحنا محافظه ديالى اللي لا يعتبرونها غير شيء. شو يعتبروا؟ شو يعتبروا في محافظه ديالى؟ انت مواطن عراقي لك حريه راي التعبير. الوضع بديالى هذا حق مشروع. يعني تعرفون 2014 لهذا اليوم الوضع بديالى تعبان. باقي المحافظات يختلف. زين. أكثر من البصرة، من كربلاء، من النجف، من بغداد، أكثر من الضحايا والشهداء هم اللي قدمها اليوم الشعب في سبيل التغيير. أنا أتمنى نفس الشهيد هسه وياهم. نعم. زين؟ لأن يعني ما ظل يعني قيمة العراق لا داخل البلد ولا خارج البلد. نعم. زين؟ هاي الحكومة احنا ما هاي مو حكومة. هي هاي مو حكومة، عبارة عن مافيات الصوبة. نعم. زين لان سلبت حقوق العالم ما خلت اي شيء ما خلت له لا اموال ولا كرامه. تحياتنا لك ونشكر مشاركتك واتصالك. عندنا اتصال اخر ابو فاطمه ايضا من ديالى. مساء الخير ابو فاطمه. للاسف انقطع الاتصال. عمار من البصره. مساء الخير عمار. تحياتنا لكم من المعاناة الشعب وتظاهرات العراق جميعا. صوت الحق وصوت النقل بعيدا عن الأحزاب السياسية والمسلطة على نقل المعاناة والتظاهرات وثورة العراق. طبعا البصرة مظلومة من ناحية النقل ونقل تظاهرات البصرة وثورة البصرة لأن هي البصرة منطقة ثورة ومن 2015 خلينا نقول 2015 التظاهرات مليونيه والنوبه 2018 ولحد 2019 20 سنة و30 سنة كلها انطلقت من البصره ودائما البصره متميزه بس التغيير الاعلامي على البصره يعني من ناحيه الاعلام مظلومه. زين. ولذلك تعاقبت البصره بالكامل الميزانيه حتى ما انطلقت البصره لانه بسبب حرق القنبله الايرانيه وهكذا عاقبوها. زين. تظاهرات البصره ما حد ينقلها من القنوات الاعلاميه بالمسلط الضوء عليها. ودائما مطالب البصره وتظاهراتها مستمره. فاحنا نقول اول سباقين في المطالبه بتغيير قانون الانتخابات الى عده دوائر بما يضمن الترشيح الفردي. لان هم سلطوا الكتل. نعم. السياسية عن طريق قوانين الانتخابات اللي ما حد ينتبه لها ولا المثقفين تصدوا لها ويفهمون الناس ويرفعون الوعي الدستوري لدى المتظاهرين، فهم سلطوا. نعم. على رقاب العراق عن طريق قانون الانتخابات من القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة. نعم. فهاي القوانين الانتخابات هي اللي صعدتهم. الدستور طبعا اذا ترجع للدستور انا قارئ الدستور 20 مرة وعندنا ندوات عدة ندوات لشرح الدستور. الدستور ما اذا تلاحظ ماكو اي فقرة بيمودينا يعني دستور عالمي مرتبة 38 دول عالم. بس تعال تقول لي انت هل طبقوا الدستور؟ اي فقرة من الدستور ما طبقوه ولا شرعوا قوانين للدستور حتى يخلونها يعني بكيفهم تريدها حمراء حمراء تريدها صفراء صفراء فبكيفهم ولا فقره من الدستور طبقوا. واتحدى اداهم اذا اكو اللي يقولون مثلا تعديل الدستور او يعطيني فقره واحده تعديل اللهم اليوم حتى المواطن اذا طبق الدستور او عدد مقرات الدستور تنقلب الدنيا علي. أبسطت تظاهر. نعم. ما بتسمعني؟ أسمعك سام. أقول لك إذا حتى المواطن اليوم راح يطبق فقرة من فقرات الدستور اللي هي الحق المشروع اللي كفل الدستور بحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي حتى هاي تنقلب الدنيا على المتظاهر. حتى فقرة التظاهر السلمي المادة 38 من الدستور حتى هاي الحق
انه المواطن جاي يسوي له ويطلع تظاهرات اعتصام سلمي هم اخترقوا البقره. فانا اقول لك انه الدستور اذا من جلال لجلال انه ولا مطبقين فقره واحده من الدستور، فلذلك هم خلي يطبقون الدستور ثم يتحدثوا عن تعديله، خلي يطبقون الدستور ثم يجادلون الشعب انه لا يمسكون تظاهراتكم سلميه وما ادري. فهم ما مطبقين وهم مخترقين الدستور وهم اللي يشرعون قانون انتخابات تفصال عليهم على مود عمار. اليوم عمار المشكله بالدستور لو المشكله في تطبيق بنود وفقرات الدستور؟ طبعا المشكله 100% في تطبيق فقرات الدستور. ماكو لا محكمه اتحاديه تراقب الخروقات الدستوريه. زين. هم ما مشرعين للمحكمه الاتحاديه حتى تراقبهم، ولا مخلين المفوضيه مستقله، يعني مخلين مفروض المفوضيه قضاة يخلونهم. فالفقرات الدستور من الجلاد للجلاد انه ما مطبقينها. اول مره بالمبدا اللامركزيه الفقرات اللي اللامركزيه 112 113 105 106 هذول كلهم مبدا اللامركزيه ما مطبقينهم، عدا اقليم كردستان مطبقين الدستور بيها وهم ياخذون جاي حقهم ازيد من الان. فالفقرات ليش 15 محافظه بها مشاكل؟ دائما مشاكل ودائما تظاهرات ودائما مشاريع متلكه. فهو فقرات مبدا اللامركزيه موجود هذا النظام اللامركزيه موجود في تركيا وموجود في فرنسا. يعني الفقرات اجوا قانون 21 قانون 21 قانون المحافظات اجوا عطلوا اربع فقرات دستوريه مراقبه مثلا 105 106 مراقبه الاموال اللي في الحكومه تشكيل هيئات يعني كل الفقرات عطلوا. انت تجي اللي توهم الناس يعني احد المسؤولين احد رؤساء السياسه يعني المشكله بالدستور خلينا نعدل الدستور احد الاعلاميين اللي شنو الفقره اللي تريد تعدلها؟ لان هسه ما تستخدم. فانا مثلا اللي يريد السياسي وهم مجاره انه نكل الدستور اقول اي فقره تريد تعدلها؟ اي فقره تريد تعطيني فقره واحده تريد تعدلها؟ تحياتنا لك عمار البصره نشكر نعتذر من الوقت اليوم يعني حتى تكون صوره بين المتظاهرين اليوم يدعون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكناشطين بان كل مواطن عراقي يراجع ويقرا الدستور العراقي ويشوف شنو الفرق اللي يحب يغيره من خلال استفتاء ومن خلال مشاركته في تعرف المواطن العراقي تعرف الشعب شنو يريده وشنو اللي يريد، خصوصا بان هناك مده 4 أشهر لاعاده صياغه او تعديلات على الدستور العراقي حتى يكون المواطن العراقي الشعب يعرف بانه شنو المصلحه وشنو مو مصلحته. عندنا اتصال اخر ابو حسين من المثنى. مساء الخير. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ تحياتنا لك. احنا البدايه الدعوه والافراد الى شهداء الابرار شهداء التظاهرات وتحياتي وسلامي المتظاهرين في انحاء العراق. نعم. احنا سبب كبدايه بالنسبه للدستور اتابع انه كل مره تطلع اتابع البرنامج بالنسبه للدستور والقوانين العراقيه المشرعه قديما واللي شرعها حديثا بعد الحكومه الحاليه اللي شكلت. الحكومه ما ملزمه بتطبيق هذه القوانين. يعني الحكومه ما تطبق هذه القوانين اصلا. لا حكومه ولا مسؤولين ولا وزراء، وانت حضرتك تطرقت الى موضوع انه تقول حتى الموظف الاعتيادي اذا اراد يطبق فقره من القانون تكون الحكومه تحاسبه قانونيا وترد او ما تخليه يتصرف، هذه قضيه. اما قضيه التظاهرات، قضيه التظاهرات قضيه سلميه هي، تظاهرات واضحه. لكن احنا في هذه فتره التظاهرات من يوم 25 الى حد الان ما لمسنا اي شيء من قبل الحكومه، لا من قبل مسؤول، لا من قبل محافظ، ولا من قبل اي وزير. بس اريد اعرف يعني من خلالكم الى متى تكون هذه التظاهرات؟ نعم. نعم اسمعك، يعني من وجهه نظرك بانه اليوم يعني المتظاهرات راح يكون لها سقف زمني محدد وتنتهي حتى وان لم تحقق مطالبها، وهذا على عكس ما نشوفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وايضا في الحركه الكبيره
في حركة الاحتجاجات الشعبية في الشارع العراقي. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.